بلدي أحبك فوق الذنون، وأشد بحبك في كل نادي. المحترمون، هيئة التحكيم العادلين، جميع الأصحاب الأحباء، ويا أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية إسلامية، تحية مباركة من عند الله، تحية لأهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الحاكم العدل العليم، الذي أنزل الفرقان والذكر الحكيم، ليعتبر الناس بما فيه من قصص الأمم السابقين. منهم من هلك وأصبح من النادمين، ومنهم من فاز برحمته وجنات النعيم. ثم نصلي صلاة ونسلم سلاما بأسنى تكريم على من أرسله هاديا إلى الصراط المستقيم. أما بعد، فيا شباب الدولة، فيا شباب الدولة، إن الوطن والدولة أمانة على عاتقكم، ورثها لكم الأبطال الذين قد جاهدوا وبذلوا جهودهم بأموالهم وأنفسهم لهذا البلد في سبيل استقلاله من قبضة المستعمرين في أكثر من 3 قرون. حين تضايقت حياة سكان هذه الدولة بالاستعمار الطويل، فجاء الرجال، فجاء الرجال وعلى أيديهم الشجاعة والقوة، فطردوهم بدون خوف والإضطرار. أيها المستمعون الكرام، رحمكم الله، علاوة مما سبق، فكم من رجال ذهبت أرواحهم في ميدان المعركة، وكم من نساء وأطفال شردوا، وكم من أموال أحرقت، وكم من عرض أنتهك طوال زمان الاستعمار. انطلاقا من هذا، فعليكم أيها الشباب أن تدفعوا عن استقلال هذا البلد، وذلك بتعميره روحنا وجسمنا، لأنكم أيها الشباب روح الوطن، فإذا صلحتم صلح الوطن، وإذا فسدتم فسد الوطن. فمن ثم صح ما قاله فتح يكان في كتابه الشباب والتغيير: إن في كل تغييرة عدمة أن يلزم دور الشباب، فالشباب ثروة عظيمة عالية لا قيمة لها، إنهم آمال أكثر المجتمع، حيث أنهم يصبحون رجالا في المستقبل. فخور لكم أيها الشباب. سبحان الله. ولكن للأسف الشديد يا أخي، التفاخر في الشباب لقد ذهب الآن، إلا أنه مجرد في الأذهان، لأنهم قد اختاروا أمانة الدولة ليحملوها إلى بلدة ذات رخاء وطيبة، وذلك من جزاء عملهم الذي لا يليق بشريعة الإسلامية. فلا يوم إلا أن يفسدوا ما في الأرض، يحل محرم عليهم من شرب المسكرات، يتبعون هواهم وشهوتهم، ويعاشرون بالمرأة الأجنبية، ويتغازرون بهن، بل وحتى أن يجامعهن بدون رضات العلاقة. نعوذ بالله. تأكيدا على ذلك، قال الأستاذ الدكتور سارلي طويروان سربورو كمعلم علم النفس في جامعة إندونيسية، أن 21% من الشباب في المدن الكبيرة كجاكرتا سبق لهم الجماع، و11% سبق لهم إسقاط الجنين. أهكذا أحوال المجتمعين اليوم؟ أهكذا أحوال شبابنا اليوم؟ أهكذا أحوال الشباب في عصر العندما؟ كلا يا شباب الدولة، تلك هي صورة رديئة من حياة شبابنا اليوم.
كما قال الشاعر يا من جلبت الدشرفقا إنما أفسدت با في البيت من غلمانا خنت الأمانة في الشباب وفي النساء وجعلت بيتك منتدى الشيطان خنت الأمانة في البنات ولن ترى منهن برا إنهن عوانا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله ولذلك لا بد لكم من جمع الطاقة والقوة منذ الآن وذلك بتسريح أنفسكم بالعلم وتثقيف عقولكم بالمعارف ولهذا حثنا الله ورسوله على تسريح أنفسنا بالعلم والمعرفة حيث قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية أما بعد أيها المستمعون الكرام رحمكم الله أيها الشبان دعوا مستقبل هذا الوطن نصب أعينكم فإن الوطن أمانة ورثها لكم المجاهدون الأبطال فتأدية الأمانة واجب لكل المواطنين الإندونيسيين جعلنا الله وإياكم ممن يؤدي الأمانة ويبعدنا عن شر الخيانة اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من شر شبابنا واهدي شبابنا إلى سبيل الرضوان فهذا هو ما ألقي إليكم في هذه الفرصة عسى أن يوفقنا الله هذه الخطابة توفيقا مباركا العفو من فضيلتكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.